السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي طلبة الصف الثالث متوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الرابع، ألا وهو الزكاة. تعال معي عزيزي الطالب كي نبين لك ما هي الزكاة وما هو حقها ومن هم مستحقيها. الزكاة هي إخراج مقدار معين يختلف باختلاف المال الذي تتعلق به الزكاة، وهي من أبرز الحقوق التي أوجبها مفهوم التكافل والتضامن في الإسلام. والزكاة اسم للأموال التي يخرجها المسلم من حق الله إلى مستحقيها. إذن ما هي الزكاة؟ هي إخراج مقدار معين مختلف من مال أو غيره باختلاف المال الذي يتعلق به هذا المفهوم. ومن أبرز الحقوق التي أوجبها الإسلام علينا مفهوم التكافل والتضامن في الإسلام، لأن الزكاة يعين فيها الغني الفقير. فالزكاة اسم للأموال التي يخرجها المسلم من حق الله إلى مستحقها. لماذا سميت بالزكاة؟ لأنها تطهر الإنسان وتزكيه من البخل والأنانية وتنمي المال وتباركه. إذن لماذا سميت بالزكاة؟ سميت بالزكاة لأنها تطهر الإنسان وتزكيه من البخل والأنانية وتنمي المال وتباركه وتثبت روح التعاون والتعاطف أو العطف والمحبة بين الأغنياء والفقراء. والتضامن إذن ثلاث نقاط: أولاً تطهر الإنسان وتزكيه وتنمي المال وتبارك فيه وتثبت روح التعاون والمحبة والعطف بين الغني والفقير، والتضامن في المجتمع وتحفظه من شرور الفقر بتحسين ظروف الفقراء المعيشية، فلا يدفعهم فقرهم إلى ارتكاب الجرائم الخبيثة. إذن إذا أعطى المسلم حق الله في أمواله بأن يزكي أمواله فهذا يحد من جريمة كبيرة ألا وهي السرقة. فإن تعفف الفقير بهذا المال فلا يستطيع بعدها أن يسرق، لأن اكتفى ولديه من المال. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث النبوي الشريف: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. نأتي الآن عزيزي الطالب أولا إلى فريضة الزكاة. الزكاة هل هي فريضة؟ هل هي فريضة عزيزي الطالب الزكاة؟ أولا فريضة الزكاة، الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي فرض على كل بالغ رجل كان أو امرأة عاقل له مقدار مخصوص من المال، وقد مضى عليه عام هجري كامل في ملكه، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية وبإجماع المسلمين. إذن الزكاة فريضة على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل. من شروط الشخص الذي يزكي أمواله أن يكون بالغ عاقل له مقدار معين أو مخصوص من المال، وقد مضى عليه حول أي سنة كاملة عام هجري في ملكه. ما الدليل على أن الزكاة فريضة؟ الدليل على أن الزكاة فريضة قد فرضت في الإسلام وعلى المسلمين أولا في الكتاب، أي في القرآن الكريم دليل، وجاءت السنة النبوية تبين أنها فريضة، وكذلك بإجماع الأئمة والمسلمين. قال تعالى الدليل على فرضيتها من القرآن الكريم، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا فعل أمر، آتوا فعل أمر، إذن وآتوا الزكاة فعل أمر، إذن وردت فرضية الزكاة في القرآن الكريم. هل وردت فرضية الزكاة في السنة النبوية الشريفة؟ نعم عزيز الطالب وردت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وردت فرضية الزكاة في القرآن وفي السنة النبوية، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة
صحفت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنجد الرسول الكريم في هذا الحديث النبوي الشريف ماذا ينذرنا أو عن ماذا ينذرنا؟ ينذر مانعي الزكاة، ينذر مانعي الزكاة بماذا يتوعدهم؟ يتوعدهم بالعذاب الشديد. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنذر مانعي الزكاة وحذرهم وتوعدهم بالعذاب الشديد. فليعلم أصحاب الأموال بأنه إذا بلغت أموالهم النصاب وحال عليها الحول ولم يخرجوا زكاتهم وهو الحق المعلوم كان اللي للسائل للزكاة تكون للسائل والمحروم، فسوف يأتي يوم القيامة الذي تصنع فيه هذه الأموال التي خزنها ولم يعطيها للفقراء ولمستحقيها، تصفح على شكل صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وكلما بردت أعيدت إلى جهنم فيحمى عليها ثم تكوى بها جنوبهم وظهورهم مرة ثانية إلى ما شاء الله من الوقت. والتعبير بلفظ حقها في الحديث النبوي الشريف بأحقية استحقاق المال بين الغني والفقير، وفي هذا إخراج للزكاة عن أن تكون مصدر ذلة وإهانة للفقير. أنت عندما تعطي الزكاة لا تعطيها باستحقار للمقابل ولا بأنه خذ هاك، لا، بل هي حق الله عليك، واجب الله عليك أن تعطي من هذا المال للفقير بكل كرامة وبكل أدب. إذن وعبر الله سبحانه وتعالى في هذا الحق للفقير فقال في سورة الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما هي الأموال التي تتعلق بها الزكاة؟ ما هي الأموال التي تتعلق بها الزكاة؟ الأموال التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة أصناف: الذهب والفضة، المسكوكات بسكة المعاملة، يعني النقود، نقود الذهب والفضة وقد انتهى زمنها. وبعض المسلمين يوجب الزكاة فيهما حتى ولو لم يكونا مسكوكين، أي عملة نقدية بعد. أو ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الغلات الأربع. ما هي الغلات الأربع؟ غلات الأربع: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب بالنسبة للفلاحين الذين يزرعونها بشروط خاصة وبمقادير خاصة. ثالثا الأنعام الثلاث. ما هي الأنعام الثلاث؟ هي الإبل والغنم والأبقار. الإبل والغنم والأبقار ولها شروط خاصة، منها أن ترعى في مراعي طبيعية، فإذا اشترى الراعي لها علفها فلا تجب فيها الزكاة. نوع آخر ألا وهي زكاة الفطرة. الزكاة هي المال الذي يعطى أو حق الله في الأموال عند الفقراء، عند الأغنياء. ما هي زكاة الفطرة؟ زكاة الفطرة أو زكاة الفطر هي إخراج مقدار معين من المال أو الطعام في عيد الفطر. إذن هي إخراج مقدار معين من المال أو الطعام في عيد الفطر. وكل أنواع الزكاة لها شروط تتنوع بتنوع الفقه الإسلامي. أما المستحقون للزكاة فقد خصهم القرآن الكريم وذكرهم بأنهم ثمانية أصناف. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن خص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ثمانية أصناف هم المذكورون في الزكاة والمستحقون لها. من هؤلاء؟ أولا الفقراء. فمن الفقراء؟ الفقراء هم الذين ليس لهم مال. ثانيا المساكين، وهم الذين لهم مال قليل لا يكفيهم لسد حاجتهم. العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ الذين يوصلون الزكاة، العمال الذين يجمعون الزكاة من الناس لبيت المال. رابعا المؤلفة قلوبهم،
وهم الجماعة التي يراد جذب قلوبهم إلى الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم، أو يراد كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. خامساً في الرقاب، في الرقاب وهم العبيد الذين يحتاجون إلى المال ليشتروا حريتهم، وهذه من مزايا الإسلام وسعيه في إزالة الرق والعبودية من المجتمع. سادساً الغارمون. من هم الغارمون عزيزي الطالب؟ الغارمون هم المدينون في غير معصية الله، الذي عليه دين لكن هذا الدين في غير معصية الله، الذين لا يستطيعون وفاء ديونهم يأخذون حصة من الزكاة في سبيل الله في الجهاد وفيما ينفع المسلمين عامة كالمستشفيات والمدارس وغيرها. ابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو الغريب الذي انقطع عن أهله ولم يملك نفقة مسكنة ومأكلة، حتى وإن كان في بلده غنيا لكن انقطع عن أهله في غير بلد أو في غير مكان ولم يملك نفقة مسكنة أو مأكلة أو مشربة، هذا يعطى سهم من الزكاة. إذن عرفنا عزيزي الطالب الأصناف الذين خصهم القرآن الكريم بالزكاة. نستنتج مما تقدم، أولا على أصحاب الأموال المسارعة إلى دفع حق الله المترتب عليهم في أموالهم، لأن المال في الإسلام مال الله وقد استخلفهم عليه، فلا يحق لهم أن يمنعوه حقه. ثانيا يبين لنا مظهرا من مظاهر العدالة في الإسلام، ألا وهو إعطاء، يعني في التشريع الإسلامي، ألا وهو يجد ذلك واضحا في جميع مظاهر الحياة الاجتماعية، سواء كان هذا في محيط الأسرة الضيق، حيث شملت العدالة الاجتماعية أفرادها جميعا وفرضت لكل فرد من أفرادها حقوقا وأوجبت عليه واجبات، إذ أوجبت الإحسان إلى الجار ونهت عن إيداءه. إذن عزيزي الطالب عندما يعطى حق أو مال لفقير حتى وإن كان جارك، فأنت تكون هناك مودة بينك وبينه، وهذا يؤدي إلى التواصل وتقوية الصلات بين الجار وبين الشخص صاحب المال. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. نقول عزيزي الطالب، وقد بينا في بداية الدرس أن الزكاة هي حق الله، مهما بلغت ومهما بلغت أموالك لا تقل أنك جمعتها بنفسك وبجهدك، نعم لك جهد ولك تعب، ولكن يبقى الله هو الذي وفقك لجمع هذه الأموال واختبرك ويمتحنك في هل سوف تؤدي حقها فتعطي الفقير وتعطي الأصناف التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فعليك عزيزي الطالب أن تنتبه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: لا يؤمن بي أو ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ولم تقف عدالة الإسلام عند هذا الحد، بل تتعداه فتعم المجتمعات الإسلامية والإنسانية جميعا، إذ تجعل المسلمين في كل بقاع العالم متكافلين متضامنين فيما بينهم ومع بني جنسهم. نأتي الآن إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين على اللقاء، آملين اللقاء بكم في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.